متناقضة يخوض لويس إنريكي مباراة مختلفة عن غيرها، فمدرب برشلونة يلاقي خصما سيعيد إلى مخيلته ذكريات عديدة، خصوصا وأن سبورتينغ خيخون لا يمثل فقط مسقط رأسه بل أيضا محطة تألق فيها لسنوات. مراسلنا أشرف بن عياد وتقرير عن وقيف لوتشو بين الماضي والحاضر. بعد الانتصار الصعب في ملعب بيسنت كالدرون يعود برشلونة إلى أرضه بحثا عن الفوز الثالث على التوالي. المباراة هذه المرة خاصة للغاية بالنسبة للويس إنريكي، ابن لمدينة خيخون وعاشق لسبورتينغ حتى النخاع. مدرب البرسا يواجه هذا الأربعاء خصما قريبا إلى قلبه، وهذه الصور قد تكون كافية لشرح ذلك. لمدة سنوات نجح لوتشو في ترك بصمة جميلة ضمن فئات مختلفة لواحد من أهم أندية إقليم أستورياس، كما أن هدفا تاريخيا له في مستايا عام 91 مكن سبورتينغ من التأهل لما كانت تعرف بكأس الاتحاد الأوروبي. الآن يختلف الوضع تماما، بما أن فريقه السابق يزور الكامب نو متعطشا لنقاط تبعده عن منطقة الخطر على مستوى الترتيب. كشخص محترف النقاط الثلاث هي هدفنا الرئيسي، لكن على المستوى الشخصي من الواضح أنني أعشق سبورتينغ منذ ولادتي، ولهذا فقط أتمنى له الأفضل. لوتشو يحمل سبورتينغ في قلبه، فهو يكن له نفس حبه لبرشلونة، كما أن لديه أصدقاء في تلك المدينة التي ترعرع فيها. أسرته تعشق سبورتينغ، ولهذا لن يسعد كثيرا بالانتصار، لكنه شخص محترف ولن يكون أمامه من خيار سوى التفكير في حصد الفوز. لويس إنريكي الذي سبق له الاحتفال بهدف في الكامب نو بقميص سبورتينغ خيخون لم يتوقف أبدا عن مساندة فريق مدينته بشتى الطرق، فمثلا في حسابه بتويتر لم يجد لوتشو مانعا لنشر هذه الصورة من أجل الاحتفال ببقاء تشكيلة أبيلاردو في الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، كما أن تغريداته تبرز بشكل واضح في كل مرة يحل فيها البرسا ضيفا على ملعب المولينون. أشرف بن عياد بي إن سبورتس، برشلونة.